رح نتابع الأبراج بخصوص انتقال كوكب الزهرة من برج الحوت إلى برج الحمل من 5 أبريل شهر الرابع إلى 29 أبريل. أكيد رح نتابع مع برج الميزان شو بده يأثر عليه وعلى بقية الأبراج. الميزان فترة حلوة أكيد للارتباطات، للزواج، للخطوبة، لعقد القران، لتصحيح الخلافات بين العائلات وبين الأزواج. يمكن يكون في عودة لمصالحات وعودة عن طلاق. ونصيحة لكم، جربوا عززوا علاقاتكم، ويمكن يكون عندك عقد جديد بعمل أو شراكة جديدة بعمل. برج العقرب فرصة حلوة يلي هن عم بيجربوا يفتشوا على عمل جديد، للتوسع بالأعمال، لتحسين علاقاتك مع زملائك بالعمل. ومن ناحية تانية فترة حلوة للعروض الجديدة اللي بدكم تعملوها بأعمالكم، لأنه هيدي فترة مزدهرة. على قد ما بتشتغل على قد ما بتستثمر جهودك بالفترة القادمة، ولكن كمان صحيا بدكم تتحسنوا. ولكن بدي أطلب منكم انتبهوا من زيادة الوزن، لأن الزهرة بتخلي تفتح شهيتك بقوة. أما مواليد برج الكوس، أكيد الحظ العاطفي بده يكون فعال كتير. رح يكون في عندك يمكن عودة حب، حب جديد، خطوبة للبعض، بيستهويك السهر، بيستهويك السمر، بتعزز هواياتك، على بالك التسلية، وفرص كمان منقول حلوة لبناء علاقات جديدة. وأكيد جمالك بده يكون مضوء عليه، لأنه الانجذاب من الجنس الآخر بده يكون كتير قوي. فترة حلوة للمعاملات المالية، لتسوية أي خلاف، للتقرب من الأولاد، وفترة حلوة كمان يلي بده يكون عنده حمل، للعلاجات، للتلقيح، لفترة كتير فعالة للحمل لدى النساء. أما مواليد برج الجدي، أكيد بدأت تطفي عليك أمور حلوة مولود برج الجدي بالسكن، ببيتك، أي مشتكات عالقة بتنحل بينك وبين العائلة. يمكن يكون عندكم مناسبة سعيدة بهذه الفترة، خطوبة للبعض، زواج للبعض، نجاح، عودة أحبة، العلاقات العائلية يعني بصير فيها هدوء، والبعض يمكن يكون عندهم شراء بيت، استئجار منزل، والحصول على أرباح كتير. اللي بيشتغلوا خاصة بالريل استيت رح يكون عندهم مكاسب مالية، واللي عندهم استثمارات واللي عندهم عقارات هو اللي رح يكون عندهم مكاسب مالية. أما مواليد برج الدلو، أكيد النجاح بدها تكون بالدراسات، والسفر بيكون متاح لإلكم، وكمان للمصالحات، وعلاقاتكم بتقوى مع إخواتكم. البعض رح بيكون في عندهم اهتمامات كتير بالإخوة، بالجيران، و بالسيارات كمان، والإلكترونيات والتكنولوجيا. بتتمتع بقدرة كتير قوية لإقناع الآخر بأي وجهة نظرك، وما في شيء بيصعب عليك حله، لأنك أنت بدك تكون من الأبراج الذكية. التواصل بده يكون كتير قوي، واجتماعياتك قوياني، وقول الله والله معك. وختامة مع برج الحوت، الحوت فترة المكاسب المالية، أكيد فترة للترفيع، فترة لأعمال جديدة، لرد خبر، للانترفيو. يمكن يكون عندكم مكاسب مالية من أعمال إضافية، تسوية مالية يمكن تلاقي لها حل، ونجاح بالمستوى المالي، رح يكون عندك نجاحات عدة، وممكن تحل مسألة معينة عالقة كانت مالية تحلها. وأكيد مولود برج الحوت رح يكون كل تعاملك اللي هن بتشتغل معهم بخصوص المال رح بيكون في ود ومحبة. وهيك بيكون نهينا هيدا الفيديو يلي بيطال الكل بالخير. هيدا الزهرة، ودايما برجك مع رولا أحلى. أكيد تابعوني دايما بالتفاصيل، بشوفكن على خير.